Assalamu alaikum. My name is Omar Hamza. I'm in 11th grade and I'll be reciting a portion of Surah An-Nur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها